هل تتذكرون ممثل دور طرزان الأساسية مأساة مروعة تؤدي بحياة زوجته وابنه؟ أعلنت السلطات المحلية بولاية كاليفورنيا الأمريكية العثور على زوجة الممثل الأمريكية رون إيلا مالكة الجمال السابقة مقتولة داخل منزلهما بعد تعرضها لعدة طعنات. وبالبحث الجاني تبين أن نجلها هو من قام بقتلها، وأصدرت السلطات بيانا لها توضح فيه أن الشرطة المحلية تلقت اتصال مفاجئ يدعوها للتوجه إلى مكان الحادث بسبب شجار عائلية، وتفاجأت بأن ملكة الجمال السابقة مقتولة وأثناء عملية البحث عن الجاني كاميرون إيليا وهو نجلها تم العثور عليه خارج المنزل، وأطلقت الشرطة النار عليه وقتل على الفور. وبإجراء التحقيقات الأولية يرجح أن هناك اضطرابات عائلية هي التي أدت إلى وقوع الجريمة، بينما لم ترد أي معلومات عن إصابة الممثل الشهير رون إيليا البالغ من العمر 81 عاما والذي جسد شخصية رجل الغابة الشهير طرزان جراء الحادث.